بس لو بكره يعني هو في اوامر مثلا انتوا تقفلوا بكره، هنقفل غصب عننا، هنعمل ايه يعني؟ لو في اوامر تقفلوا طبعا تفتحوا ولا تقفلوا؟ هنفتح طبعا مفيش اي حاجه. متوقع يحصل احداث عنف او كده؟ حتى لو حصل احداث احنا هنقفل في الابواب الرساله، حتى لو حصل احداث احنا في عز الاحداث وفي عز الكلام ده كله موجود، فدي مش طيب حتى لو طالما جه مفيش بكره احداث قرار. فيها عنف او احداث فيها ضرر احنا موجودين مش عارف. طيب لو في قرار ان الميدان كله يقفل بكره، يعني مثلا بكره جه قرار الميدان لما بيتقفل احنا كشركات بنكون شغالين، لان احنا ما ينفعش نقفل، لان احنا عندنا شغل مصالح ناس وسيستم طيران وتذاكر والكلام ده، ما ينفعش اقفل المكان. She's saying, and do you know if there's some problems happening here on the 25th, which is after tomorrow? If we can come here? And you know, can you come here to take I pictures? I wish. She wished, هي بتمنى انها تيجي ب 25، مش عشان يحصل احداث، بس عشان نحتفل بان في حاجه حصلت. بس طبعا ما تكونش احداث عنف بس. اللي حصل ده anyway مش الدريم بتاعكم، يعني احنا انتوا عملتوا حاجه بس يجي حد ركب الموجه دي. يا ريت 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 يا